نشرة مفصلة لأهم الأنباء، حياكم الله. والبداية مع العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد المضي في محاربة الإرهاب، والجامعة العربية تحمل الحوثيين والصالح مسؤولية تدهور الأوضاع وانهيارها في اليمن. قوات الجيش الوطني تواصل عملياتها العسكرية غرب تعز، والطيران يستهدف الانقلابيين بست محافظات. وميليشيا الحوثي والصالح في الحديدة تشرع في ترتيبات سرية لمحاكمة مخطوفين في سجونها، ورابطة أمهات المختطفين تندد. أهلا بكم. جدد رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ. وبحسب الوكالة الرسمية، أشار الرئيس هادي إلى تعنت الميليشيا الانقلابية ورفضها لكل دعوات السلام إلى الحد من معاناة اليمنيين، داعيا المجتمع الدولي للمزيد من الضغوط لإثناء الميليشيا عن مواقفها المتصلبة والمتعجرفة الغير آبها بتضخم فاتورة المعاناة واستنزاف مقدرات اليمن. ومن جانبه، أكد ولد الشيخ أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب السلام العادل، ويتفهم جيدا موقف الشرعيات الدستورية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية الداعم لمسار السلام. أكد رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي أن الحكومة وقوات الجيش الوطني ماضون في محاربة الإرهاب وقطع دابره واستئصاله من جذوره. جاء ذلك في برقية عزاء إلى محافظة أبين أو إلى محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم، في استشهاد عددا من الجنود في العملية الإرهابية الغادرة التي نفذتها عناصر من تنظيمي القاعدة الإرهابي أو من تنظيمي القاعدة الإرهابي على نقطة أمنية تابعة للواء 103 في منطقة جحين بمديرية لودر. وشدد الرئيس هادي على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الخطرة. هذا وارتفع عدد شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش في محافظة أبين إلى 9 شهداء. وكانت سيارة مفخخة انفجرت قرب معسكر قوات اللواء 103 بمنطقة جحين التابعة لمديرية لودر، وعقب الانفجار هجوم لتنظيم القاعدة على المعسكر. وفي أبين أيضا استشهد 3 من جنود الجيش الوطني بانقلاب عربة عسكرية كانت تقلهم في مديرية زنجبار بمحافظة أبين. وقال مراسل يمن شباب أن العربة العسكرية كانت في طريقها لمعسكر جحين ضمن تعزيزات عسكرية. قال موقع أنتيور الأمريكي المهتم بمتابعة تحركات الجيش إنه تلقى تأكيدات من مسؤولين بأن قوات أمريكية في طريقها إلى جنوب اليمن، وذلك في أول خطوة من نوعها منذ عقود. وقال الموقع إن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية لم يستبعدوا إرسال قوات إلى جنوب اليمن، حيث تخوض قوات شبه نظامية مدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية حربا ضد تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة. وأكد الموقع أن المسؤولين في البنتاغون قالوا أنهم يعتزمون تصعيد قتالهم ضد تنظيم القاعدة في اليمن. وأشار الموقع إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قلائل من مشاركة الولايات المتحدة في هجوم ضد تنظيم القاعدة جنوب محافظة شبوة، حيث أكدت الوزارة الأمريكية أنه تم نشر عدد صغير من القوات البرية في اليمن من أجل عملية مستمرة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية. قالت مصادر إعلامية إن قوات ما يسمى بالنخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات انسحبت من شركة نفطية في محافظة شبوة، وسلمت حماية الشركة إلى قائد عسكري موالي للرئيس المخلوع صالح. وبحسب موقع عربي 21 الصادر من لندن، إن قوات النخبة التي انتشرت الأسبوع الماضي في شبوة ومنها مطار شركة العقلة النفطية الواقعة شمال شرق المدينة انسحبت من المطار بعد تفاهمات مع قائد كتيبة حماية المنشآت النفطية عائض ضرمان، والذي يعد من الموالين للمخلوع صالح. أكدت الجامعة العربية أن استقرار الأوضاع في اليمن لن يتحقق بصورة كاملة إلا من خلال تسوية سياسية شاملة على أساس المرجعيات الثلاث. وحمل الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ميليشيا الحوثي والصالح مسؤولياتهم عما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور وانهيار
على كافة الأصعدة بسبب تعنتهم الواضح ورفضهم لكل الحلول. وقال إن الوقت قد حان لكي تدرك الجماعات الانقلابية التي تتشبث بالسلطة أنها تلحق الدمار ببلدها وتضر بحياة الملايين من اليمنيين الأبرياء، وأنها مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد من تدهور وانهيار على كافة الأصعدة. اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودية الدكتور زهير الحارثي إيران بمحاولة فتح جبهات قتال في البحر الأحمر باستخدام ذراعها في اليمن ممثلا بجماعة الحوثي المتمردة. وأكد الحارثي أن محاولات تعطيل الملاحة البحرية وخلق الاضطرابات والقرصنة في البحر الأحمر تعد هدفا رئيسا تسعى إليه إيران عبر ذراعها الحوثي التي أو الذي سبق أن تم تدريب بعض عناصرها في البقاع اللبناني تحت إشراف مباشر من حزب الله. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن الغاية من ذلك تتمثل في تمديد مشروع إيران التوسعي عبر إثارة القلاقل وإزعاج الدول المطلة على البحر بما فيها السعودية ومصر ومحاصرتها ومحاولة إضعافها وشغلها والتأثير عليها اقتصاديا عبر استهداف السفن التجارية والنفطية. تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية لليوم الثالث على التوالي غربي مدينة تعز، وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم جديد في منطقة مدرات قرب مصنع السمن والصابون غرب المدينة. في غضون ذلك دكت مدفعية الجيش المواقع للميليشيا في تبة الضنين وقرب مصنع السمن والصابون ونقطة الهنجر الأمن المركزي، وكانت قد أطلقت عملية عسكرية لتحرير مناطق غرب مدينة تعز بقيادة وإشراف قيادة المحور ومشاركة بعض الألوية العسكرية. وإلى جبهة الساحل الغربي، حيث دفعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية جديدة في محاولة لاستعادة معسكر خالد الاستراتيجي في المخا. وقالت مصادر عسكرية أن الميليشيا دفعت بتعزيزات من كتائب ما تسمى البدر المدربة على يد خبراء إيرانيين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز. مساء الخير سيد عبد الباسط، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. يعني بداية، هناك أنباء تحدثت عن دفع الميليشيات بتعزيزات من كتائب ما تسمى البدر المدربة على يد خبراء إيرانيين لمحاولة استعادة معسكر خالد الاستراتيجي. ما هي آخر التطورات حول هذا الموضوع تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الميليشيات تحاول بكل استماتة وبمختلف الوسائل أن تستعيد ولو ما يحفظ لها ماء وجهها في قطاع الساحل أو في بقية الجبهات، لكنها تركز على الساحل أكثر لأنه معسكر خالد الوليد كان يمثل رمز سيادي ومنطقة استراتيجي وله مكانة أيضا حيوية وعسكرية هامة، بالإضافة إلى ارتباطه بالمخلوع وغيره وبالأحداث العسكرية المعروفة، فكان يعني سقوطه ضربة قاسمة للميليشيات، ولذلك هي تحاول بأكثر من اتجاه وتدفع بأكثر من عناصر الميليشيات سواء المتدربة إيرانيا كما هو الحال الآن أو دفعت بقوات النخبة والقوات الخاصة والقوات القوات كانت تابعة للحرس الجمهوري وتدربت أمريكيا أيضا وأردنيا وكان لديها أيضا سلاح أمريكي وسلاح حديث و أنواع من القناصات التي صرفت لها لمكافحة الإرهاب. نعم. هذه القوات دفع بها في مراحل سابقة والآن يدفع بقوات النخبة الميليشاوية التابعة للحوثي أيضا والمدربة إيرانيا لمحاولة إحداث أي تقدم أو أي ناصر معنوي، لكن في الحقيقة كل هذه القوات تذوب ذوبان الملح أمام صمود وأمام شموخ وأمام أبطال الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية في الساحل وفي غيرها من المواقع. دفعوا بكتائب الموت، دفعوا بكتائب الحسين، دفعوا بميليشيات سابقا ولاحقا، لكن لم يحرزوا أي تقدم. الآن أخي الكريم أنا أقول لك بالفم المليان، نعم، الميليشيات وعلي عبد الله صالح وقوى الانقلاب لن يستطيعوا التقدم حتى شبرا واحدا من الأمام،
لن يستطيعوا استعادة حتى موقع واحد. نعم. اليوم لا يستطيعوا أن يصمدوا أمام أي هجوم يشنه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هم في تراجع، في تقاطر، في انهيارات وفرارات، وإن شاء الله بإذن الله يتم الانتصار والتقدم للقوات الشرعية. هم يلجأوا اليوم إلى وسائل خفيفة وإلى الخلايا النائمة وإلى الطابور الخامس وإلى حرب الإشاعات والمبركات والتحريض ضد القيادات السياسية والعسكرية، وإلى يعني هذه الأمور من الصفوف الخلفية ومن داخل المناطق الحاضنة للمقاومة، لكنهم فاشلين أيضا، والحاضنة الشعبية تثبت ولائها كل يوم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم. يعني سيد عبد الباسط، يعني ما نتائج العمليات على الأرض الميدانية حتى هذه اللحظة؟ يعني وهل تتطابق أو تطابق الخطة العسكرية التي تم وضعها؟ بالنسبة للقوات المتقدمة من الساحل، هي وصلت إلى سنترال منطقة العريش. نعم. هذه المنطقة قريبة جدا من مفرق الوازعية ومن سوق البرح، وهي تابعة إداريا لمديرية مقبنة. مديرية مقبنة ترابط على مشاربها وعلى طول الخط الرابط الذي يقسمها إلى نصفين، نصف باتجاه الجنوب بيد المقاومة الشعبية، والنصف باتجاه الشمال ما زال بيد الميليشيات. المقاومة قريبة جدا من الخط الرئيسي الفاصل والواصل إلى البرح وإلى العريش وإلى مبرق المقا، وهي يعني لم تبقى إلا بضع كيلومترات، ويتم التحام جبهة المقبنة والسدحة مع جبهة المتقدمة من الساحل. هذا بالنسبة لمنطقة الساحل الغربي. ما يخص الجبهة الغربية، هناك تقدمات خلال 3 أيام الماضية. نعم. هناك معركة واسعة يعني لفتح الحصار كليا واستعادة السيطرة على الأجزاء الغربية للمحافظة. تم التقدم خلالها والسيطرة على عدد من المناطق في محيط جبل الهان وفي وادي حنس وفي منطقة مدرات. منطقة مدرات منطقة واسعة تتبعها عدة محلات وعدة تجار صغيرة، كثير من الإخوة يعني لا يفرق، لكن منطقة المربعة تتبع مدرات إداريا، منطقة الرقمة تتبع مدارات إداريا. هذه المناطق تم السيطرة عليها، حارة الجزارين، مزارع همام، مزارع القات باتجاه مصنع البلوك الذي هو قريب جدا من مصنع السمن والصابون، القريب جدا أيضا من سوق مفرق شرعب، المدخل الرئيسي لمنطقة شرعب. فالقوات تحرز، هناك تقدمات غير عادية في الخط الرئيسي الواصل، رغم أن الميليشيات فجرت العدارات وفجرت الطرق ولغمت المنطقة بشكل كامل، إلا أن القوات تقدمت في ساعات الصباح الأولى ليومنا هذا إلى مدخل شارع 30 الغربي. نعم. الذي يعني مدخل لمنطقة غراب وشارع 50 و60. نعم. العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث باسم محور تعز، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. هذا وواصلت الميليشيا الانقلابية قصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي، كما تواصل حصارها الخانق على المدينة من جميع المداخل الرئيسية، واستشهدت طفلتان وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في قصف طال حي عصيفرة شمال المدينة، ما أسفر عن استشهاد طفلتين وإصابة آخرين. قالت منظمة هيومن رايتس واتش إن قادة ميليشيات الحوثي وصالح قد يواجهون تهما بارتكاب جرائم أو جرائم حرب بسبب إصدارهم أوامر بشأن هجمات عشوائية على أحياء سكنية في تعز. وأكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليوايتسن أن ميليشيات الانقلاب شنت هجمات مدفعية متكررة وعشوائية على أحياء سكنية خلال مايو الماضي، ما أدى إلى استشهاد 30 مدنيا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين. ودعت المسؤولة الدولية قادة الميليشيا إلى وقف هذه الهجمات العشوائية فورا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي حمود الذيب، مدير المركز الإنساني للحقوق والتنمية. مساء الخير سيد حمود. يا مساء النور، اهلا وسهلا. بداية، ما هي أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا وأبرز الجرائم التي تم ارتكابها ضد الأطفال والمدنيين بتعز خلال الأيام القليلة الماضية؟ والله يا أخي، الجرائم والوقائع والهدمات العشوائية التي تطال المدينة ليل نهار، خصوصا على مداخل المدينة، في الحقيقة يعني لا يوجد أعظم من الانتهاك، من انتهاك حرمة الدم،
إنجاز حرمة المسكن، مصادرة الحريات، يعني التضييق في العيش، سلاح، يعني أنواع القذائف تتساقط ليل نهار، ينتج عنها ضحايا خصوصا في صفوف النساء والأطفال معظمها. نعم، يعني سيد حمود، عذرا للمقاطعة، لكن أنت كمدير المركز الإنساني للحقوق والتنمية، هل لديكم إحصائية بهذه الانتهاكات التي تمت عبر أذرع الميليشيا أيضا؟ وهل لديكم أرقام متوفرة لدى جهات الرصد عن جرائم الميليشيا؟ أخي الكريم، إحنا بالنسبة لنا كمنظمة في المركز الإنساني للحقوق والتنمية، كمنظمة حقوقية، نعم، نرصد كل الانتهاكات سواء التي ترتكب من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح، أبرز الأرقام، أو من غيرها. لدينا رصد، لدينا توثيق، إحصائيات دقيقة، وبالإمكان. ما هي أبرز الإحصائيات التي لديكم سيد حمود؟ أبرز الإحصائيات هي ضحايا القتل والإصابات، التهجير، يعني تجنيد الأطفال. نعم، هل لديك أرقام سيد حمود؟ نعم، لدينا أرقام، وقبل 3 أيام أصدرنا تقرير في خلال 6 أشهر. هل يمكن سيد حمود، عذرا على المقاطعة، لكن هل يمكن أن تطلعنا على بعض هذه الأرقام؟ مثلا على سبيل المثال، الأرقام، الانتهاكات خلال 6 أشهر 4165 انتهاك، موزعة بين قتل وإصابات وتعذيب جسدي وتجنيد أطفال وتفجير وغيره. هناك يعني 77 مجزرة جماعية، جراء هجمات عشوائية قتلت الأسر الجماعية، منها 62 مجزرة جماعة الحوثي، نعم، و14 مجزرة التحالف، وواحدة في المخا لقوات الشرعية. نعم، اليوم 77 مصاب أيضا، في إحصائيات دقيقة. يعني في ظل هذه الإحصائيات التي رصدتموها، هل هناك أي استجابة أو ربما اهتمام من جانب المنظمات الدولية بشأن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في تعز؟ أنا أعتقد أنه بالنسبة لموضوع المنظمات الدولية، هناك إخفاق تام في موضوع تناول قضايا الانتهاكات وإمعان النظر فيما يعني في التضحيات التي يدفع ثمنها المدنيون من النساء والأطفال. هناك تباطؤ، المنظمات الدولية ربما إلى الآن لم تقم بدورها أمام المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية، محكمة الجنايات الدولية. نعم، نأمل من المنظمات أن تصوب النظر حول هذه الانتهاكات لغرض أن تقدم كل أو تضغط على مرتكبي الانتهاكات الكف عن استهداف المدنيين. نعم، المحامي حمود الذيب، مدير المركز الإنساني للحقوق والتنمية، كنت معنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك. كثفت ميليشيا الانقلاب تعزيزاتها نحو محافظتي البيضاء ومأرب، ظنا منها أن احتلالها لبعض مناطق هذه المحافظات سيدوم، فيما تقول الوقائع على الأرض أن الانقلابيين في حالة استنزاف غير مسبوق وانهزام، مما يجعل حربهم العبثية في وضعية تراجع نحو معاقلهم في العاصمة والمحافظات المغرر بها. إلى التفاصيل. مدرعات وعربات عسكرية وأطقم دفعت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نحو البيضاء وباتجاه صرواح في مأرب، غير أن المشروع الإمامي المدعوم من إيران يلفظ أنفاسه، ومثله مشروع التوريث الخاص بالمخلوع صالح. تقول المصادر إن الميليشيات دفعت بتعزيزات جلبتها من محافظة ذمار وعبرت المناطق الشرقية لقبيلة الحدا، لتتمركز بعضها في أطراف بلاد قيفة رداع، وأخرى اتجهت إلى بني ظبيان بالعاصمة صنعاء. بعض هذه التعزيزات توزعت على منطقة الظهرة في قبيلة بني ظبيان وفي منطقة ذي روبة ومناطق أخرى تقع على أطراف قبيلة مراد وبالقرب من مشارف مديرية صرواح غرب مأرب. خسائر الانقلابيين في حالة ارتفاع غير مسبوق يدفعهم بحسب مصادر عسكرية إلى السعي لتعويض خسائرهم والتماسك في الجبهات أمام إصرار يمني وعزم على اكتثاث نفوذ إيران واقتلاع أداتها الإرهابية الانقلابية مهما كان الثمن.
ورغم استمرار المخلوع صالح وقيادات الميليشيا الحوثية في استنزاف محافظة ذمار كبرى المحافظات المغرر بها المستمرة في إمداد الإنقلابيين بالمسلحين وقيادتهم إلى حتفهم دون ما هدف أو غاية، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دار أن إنهاء الانقلاب عسكريا هدف لا تراجع عنه، وأن الانقلابيون يتوهمون أن الشعب اليمني يمكن أن يتراجع أو يتقبل عودة الإمامة، غير أن صنعاء وعمران ومحافظات أخرى مع بعض القبائل التي تواصل رفض جبهات المتمردين الانقلابيين تتحرك في نطاق مكشوف، أصبح الوضع فيه في حالة انسحاب للحرب إلى داخل تلك المحافظات نفسها، ويبدو للمراقبين أن المرحلة القادمة كفيلة بعودة الحرب إلى مصدر انطلاقها في العاصمة صنعاء أمام حالة الانصياع التام لتلك المحافظات في سبيل مغامرة حوثية إيرانية غير محسوبة لم تحقق حتى يومنا غير الكثير من الدمار لليمن وشعبه. ويبدو أن الثمن الأكبر والقريب سيدفعه الانقلابيون أنفسهم والمحافظات التي تواصل طاعتهم وتعزيزهم بالمقاتلين للانخراط في مزيد من جرائم الحرب ضد الشعب اليمني. أكد قائد اللواء 122 مشاة في الجوف العميد محمد مبخوت الحقي جاهزية اللواء لخوض معركة تحرير المواقع التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية في سلسلة جبال حام، وقال العميد الحقي إن الجبهة ستشهد تعزيزات كبيرة متوعدا بسحق الميليشيات الانقلابية ودحرهم من معسكر حام شمال المحافظة. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع وأهداف للميليشيا في صنعاء وصعدة وحجة ومأرب وتعز، وقصف الطيران معسكرا تدريبيا للميليشيا في مديرية بني بهلول جنوب العاصمة، في حين قصف أهدافا في مديرية موزع غرب تعز، كما استهدف الطيران مواقع في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، بينما شن ثماني غارات على أهداف متفرقة في ميدي وحرض بمحافظة حجة، وأربع غارات على مواقع في مديرية صرواح غرب مأرب. على أنغام صوت فنان الشعب أيوب طارش عبسي في وفي المواقع التي تم دحر الانقلابيين منها، رقص أبطال الجيش الوطني والمقاومة في الضالع ابتهاجا بالذكرى الثانية لتحرير المحافظة. إلى التفاصيل. مظاهر أفراح وابتهاجات شهدتها الضالع احتفاء بالذكرى الثانية لتحرير المحافظة من الانقلابيين. هنا وسط مدينة قعطبة تجمع العشرات من المجندين والمواطنين الموالين للشرعية وأدوا ما يعرف بالرقصات الشعبية. فكان يوم نصر وعزة وكرامة للمقاومة والجيش الوطني، ويوم أسود ويوم نكسة للمتمردين. في استراحة نقيل الشيم التي كانت تتخذها الميليشيات ثكنة عسكرية والتي لا زالت متارسها في التباب المحاذية لها، وحتى اليوم كان لبعض القيادات والأفراد من المشاركين في التحرير فرحتهم لما للمنطقة من قيمة رمزية. وهذا الموقع كانت تتمترس فيه الميليشيا وتم إخراجهم منه، وكذلك الموقع المقابل الذي هو موقع الجميمة كانت تتمترس فيه، بل ميليشيا الحوثي وصالح كانت جاثمة عليه وجاثمة على صدر أبناء المديرية بظلمها عتوها وجبروتها. سقوط معسكر الصدرين في مريس حسم المعركة مع الانقلابيين وكان سببا رئيسا في انهيارهم، وها هم اليوم العديد من رجاله يحتفلون بذكرى التحرير بطريقتهم الخاصة من خلال ندوة فكرية تناولت ذكرى التحرير والمسارات التي مرت بها. سيظل الجيش الوطني هو صمام أمان للمواطن اليمني ولتحرير اليمن بالكامل. في مثل هذا اليوم التاريخي الأغر تم تحرير محافظة الضالع ومديرية قعطبة بالأخص انتفاضة كاملة بتعاون مع الجيش والمقاومة الشعبية. احتفائيات بمناسبة ذكرى قالوا أنها ستظل خالدة، فثمانية ثمانية يوم قال الأحرار فيه كلمتهم، وانتصرت الإرادة والحرية على العدوان الكهنوتي الظالم. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا العميد عبد الله مزاحم قائد اللواء 83. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، ذكرى الانتصار الثانية لتحرير المحافظة ومحافظة الضالع،
ما الذي تبعثه هذه الذكرى وهذا الاحتفال في نفوس أبناء المحافظة؟ هذه الذكرى هي عبارة عن يعني تاجي على رؤوس أهل الضالع وأبناء مريس، يعني خاصة في هذا اليوم تم تحرير معسكر الصدرين وتم إسقاط وتم تحرير الضالع بأكملها، يعني الضالع بأكملها كانت تحريرها سببها سقوط الصدرين يعني بشكل مباشر. نعم. كانت معارك دامية، وكان يعني الصدرين هو همزة الوصل اللي تم على أثر سقوطه تحرير الضالع يعني بشكل عام. كيف يمكن تقييم وضع محافظة الضالع اليوم قياسا بوضعها أثناء احتلال ميليشيا الحوثي والمخلوع لها؟ محافظة الضالع الآن بشكل عام يعني المحافظة خاصة يعني والمديرية التابعة لها يعني تعيش يعني بوقت يعني الآن نسميه يعني وقت عرس، يعني لأنه كان في أيام وجود الضبعان وجود الميليشيا الحوثية كان أيام حرب دامية، لا يوجد التجارة معطلة، المصالح معطلة، كل الإدارات الحكومية والرسمية والخاصة يعني كلها معطلة. الآن الضالع يعني فيها حركة تجارية ممتازة والأمن المستقر موجود والوضع يعني مستقر ومستقر ومستقر والأمور طيبة إن شاء الله. نعم، يعني ما هي أيضا الخطوات القادمة التي يتم التخطيط لها لإعادة الاستقرار أكثر بهذه المحافظة من ضمن أيضا المحافظات المحررة؟ أخي نحن نسعى دائما أي جهات يعني حكومية يعني هل اليد أو تحكم البلد أو تحكم المنطقة التي تعيش فيها هي التي تسعى طبعا لتحرير يعني قصدي لوضع خطط أمنية وخطط يعني تنموية وخطط يعني تربوية يعني على أساس أنه تكون المنطقة يعني أو المحافظة تعيش بشكل أفضل مما كانت عليه، إعادة الإعمار، إعادة الأمن والاستقرار، يعني وجود الروابط الوثيقه بين المواطن، خاصه نحن كنا نعيش في منطقه حدوديه بين الشمال والجنوب. الان يعني قبل تقريبا حوالي شهر او على قدر شهرين اعيدت تجاره ما بين المناطق التي كانت حدود يعني حدوديه سابقا، واعيدت الان تجاره ما بين مريس وقع طبا والضالع، يعني اعيد السوق القديم في سناح يعني الذي كان يعني ممثل اداريا قبل الوحده في الضالع جنوبا، والان الامور طيبه مستقره وفي تخطيط يعني في وضع يعني برامج للنهوض بالمحافظه اكثر من قبل. نعم، العميد عبد الله مزاحم قائد اللواء 83، شكرا لك. ارتكبت ميليشيا الحوثي والصالح قرابه 78 حاله انتهاك مختلفه في محافظه عمران خلال شهر يوليو الماضي، وبحسب تقرير حقوقي فان جرائم الحوثي وانتهاكاته خلال الشهر الماضي بمحافظه عمران تنوعت بين قتل واعتداءات على الاشخاص والطفوله والممتلكات الخاصه والعامه. اختطفت جماعه الحوثي الانقلابيه مسؤولا محليا مواليا للمخلوع صالح في محافظه البيضاء وسط اليمن. اوضح مصدر محلي ان الحوثيين خطفوا مدير مكتب التربيه والتعليم بالمحافظه محمد سالم الزلاف الذي عين ابان سيطره الميليشيا على المحافظه مطلع العام 2015. وقال المصدر ان الزلاف خطف في نقطه عزه بالمدخل الشمالي لمدينه البيضاء مركز المحافظه وهو في طريقه الى مدينه رداع لحضور فعالية لحزب المخلوع ودعوه السجن المركزي بالمحافظة. في حيفان جنوب تعز اختطفت ميليشيا الحوثي وصالح شابين بعد اقتحام منزلهما ونهبهما والاعتداء على النساء والأطفال. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا اقتحمت منزل المواطن نجيب أحمد صالح العامري وعبثت بمحتوياته واقتادته إلى مقر أمن مديرية حيفان بحجة، وأن شقيقهم الأكبر منخرط في القتال في صفوف الجيش الوطني بجبهة حيفان. دانت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة ترتيبات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمحاكمة المختطفين في سجون الميليشيات. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لرابطة الأمهات أمام مبنى المحكمة الجنوبية بالمحافظة، استنكرت قيام الميليشيات المدانة أصلا بجرائم الاختطاف بالأعداد لمحاكمة أبنائهن المختطفين دون إشعار أهاليهم بموعد المحاكمة والتي يرتب لها بسرية تامة. للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا أم سعد وهي عضو رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة. مساء الخير سيدة أم سعد. مساء النور. بداية، ما هي طبيعة الترتيبات الحوثية التي تتم بسرية وتستهدف المختطفين في سجون الميليشيا بالحديدة، وأيضا كيف علمتم
أن تنى بهذه الترتيبات؟ طبعا الترتيبات حاليا لهم الآن يستعدوا في محاكمة المختطفين الذين أخذوهم بالقوة والعنف. نعم. وأسروهم واحتجزوهم في السجن. نعم. أنتم كيف علمتن بهذه الترتيبات؟ أنا ذهبت إلى المحكمة الجزائية أبحث عن مختطفين. ما هي مطالب رابطة الأمهات خلال الوقفة التي قمتن يعني بتنظيمها؟ يا أخي ضاق بنا الحال، والله ضاق بنا الحال، شقنا لأولادنا، تعبنا الانتظار، فإن من تهديد جماعة الحوثي وصالح المسلحة الذين لحد الآن وأولادنا مختطفين لديه، ولا ندري عنهم أي شيء، لا أماكنهم ولا سلامتهم ولا حتى يسمحوا لنا بالزيارة. نعم. يعني والآن سمعنا أنه في محاكمة لهم، أنا بنفسي شخصيا ذهبت أبحث عنهم. بالبداية طبعا أنكروا أن في أسماء نزلت أن في محاكمة، لكن طبعا أنا أصريت وذهبت أكثر من مرة، ولقد لما لقيت هناك المحامي والقاضي دلونا على الأسماء، قالوا في أسماء نزلت، فشفنا الأسماء ومن ضمنهم كان ابني. يعني الدور التهمة يعني هو بريء منها. نعم. الآن يعني في خضم هذه الأحداث، يعني ما الذي يعني تنوين فعله حيال ما يحصل لابنك التي أنت تتحدثين بأن هناك تهم مزيفة لنا؟ إحنا رابطة أمهات المختطفين خارجنا اليوم نطالب بالإفراج عن أولادنا، عن أبنائنا، عن آبائنا، يعني بأي ذنب هم الآن. هل كانت هناك استجابة للمطالب لمطالبكن يعني؟ لا استجابة ولا في ما في تفاعل ولا في معهم حاجة. واليوم خرجنا نطالب جماعة الحوثي أنهم يعيدوا أبنائنا ويعيدوا إخواننا وآبائنا، يعني الذين لحد الآن يعني مواطنهم مواطن يمنيين أبرياء زيهم. ماذا ردوا عليكم جماعة الحوثي؟ نعم. يعني لا حول لهم ولا قوة. نعم. جماعة الحوثي ماذا ردوا عليكم؟ يعني ماذا ردوا على مطالبكم؟ كانوا ينكروا أسماء وينكروا أنهم موجودين عندهم بالمرة. يعني أكثر من مرة وإحنا نروح يقولوا مش موجودين، أسماءهم مش موجودين، ما فيش معنا مختطفين بهذه الأسماء وزي كذا. بس إحنا طبعاً يعني حاولنا ورحنا وأصرينا إلى ما يعني بالأخير دلونا على أسماءهم. يعني سيدة أم سعد، هل حاولتم التواصل مع جهات حقوقية، مع جمعيات؟ أيوة، تواصلت أنا مع المحكمة الجزائية. نعم. علشان نقال المحكمة هذه المحاكمة اللي بيحاكمهم عليها. ورحنا هناك وقابلت المحامي والقاضي. بماذا ردوا عليكم؟ ردوا علينا ان اسمائهم نزلت، هم معهم تهمة الان، يعني تهمة، يعني انا بنفسي منصدمة، ايش التهمة هذه اللي جابونهم اياها؟ نعم. ام سعد عضو رابطة امهات المختطفين بمحافظة الحديدة، شكرا لك. شهدت العاصمة المؤقتة عدن تدشين أولى مراحل إعادة الإعمار، مستهدفة إعادة بناء منازل المواطنين التي تضررت جراء الحرب السابقة. إلى التفاصيل. أطلقت الحكومة اليمنية رسميا خطتها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي وصالح. وأعلن رئيس الوزراء رسميا بدء إعمار عدن ابتداء من المنازل المتضررة، وطالب الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة إعمار المحافظات المحررة. وخلال توقيع عقود الإعمار أشاد بن دغر بمواقف ودعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على عقود إعادة الإعمار في عدن، مؤكدا اعتماد 5 مليار ريال، منها 2 مليون دولار أمريكي من صندوق الإنماء الكويتي. وتشمل الخطة 3 مراحل تتم تدشين المرحلة الأولى منها في مدينة التواهي بمحافظة عدن، إذ من المقرر من أن تقوم الحكومة بإعادة إعمار منازل السكان المتضررة من الحرب، وعددها 2221 منزلا بتكلفة إجمالية قدرها 9,970,000 دولار أمريكي بتمويل حكومي وبإسهام من الصندوق العربي للإنماء بمبلغ 2 مليون دولار. وقال وزير الأشغال العامة والطرق معين عبد الملك أن الحكومة تعمل بشكل متسارع لإزالة آثار الحرب، وأن الأشهر القليلة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع الكبيرة في محافظات البلاد. وأوضح محافظ عدن أن خطة إعادة الإعمار تنقسم إلى 3 مراحل،
تكلفة المرحلة الأولى 5,800,000 ريال يمني، فيما تقدر تكلفة المرحلة الثانية 7,000,000,000 ريال يمني، في حين تقدر تكلفة المرحلة الثالثة 7,950,000,000 ريال يمني. ويصل عدد المنازل التي ستقوم الحكومة بإعادة ترميمها وإعمارها والتي تشمل خطة الإعمار 12,000 مسكنا في كامل مديريات عدن. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير في مدينة عدن نتيجة الحرب التي شنها الحوثيين على المدينة في مارس من العام 2015 قبل تحريرها من قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي. حازت اليمن المركز الأول على مستوى الوطن العربي والمركز 11 على المستوى الآسيوي في البطولة الآسيوية للشطرنج تحت سن 17 المنعقد في مدينة بانجيا الصينية. انتزع ممثل اليمن في البطولة حامد محمد ب70 لقب البطولة من المستضيفة للبطولة وفوزه ب4.5 نقطة. وأشادت السلطات المحلية بالإنجاز الذي أحرزه اللاعب ب70 في لعبة الشطرنج وتحقيقه مراتب متقدمة على المستوى الدولي والعربي. ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد المضي في محاربة الإرهاب والجامعة العربية تحمل الحوثيين وصالح مسؤولية تدهور الأوضاع وانهيارها في اليمن. قوات الجيش الوطني تواصل عملياتها العسكرية غرب تعز والطيران يستهدف الانقلابيين ب6 محافظات. ميليشيات الحوثي وصالح في الحديدة تشرع في ترتيبات سرية لمحاكمة مخطوفين في سجونها ورابطة أمهات المختطفين تندد. ختام النشرة، إلى اللقاء. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.